بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 26 الجزء الثاني من 4 أجزاء، حنتكلم عن الباثوجينيسيس أوف ليبروسي. إذا في نهاية هذه المحاضرة حنعرف الباثوجينيسيس خطوة خطوة للليبروسي. النقطة المهمة الأولى إنه الترانسميشن أو المود أوف ترانسميشن، وجدوا إنه لابد أن يكون في كلوز كونتاكت، هذه النقطة الأولى، وغير كذا لابد أن يكون في prolonged time في close contact مع patient عنده lepromatous leprosy. عافانا الله وإياكم، حنتكلم على ما هو lepromatous leprosy بعد لحظات. في نقطة مهمة جدا هنا، incubation period بتكون several years، يعني لعدة سنوات. ليش؟ لسببين. السبب الأول إنه المايكوباكتيريوم ليبري لو انفكتيفيتي، هذه نقطة مهمة، وبالتالي الانكوبيشن بيريود حتظل لمدة سنوات. النقطة الثانية لأنه هناك في لونج جينيريشن تايم للديفيشن. إذا كنا قلنا المايكوباكتيريوم توبركولوسيس كل 24 ساعة، تخيلوا المايكوباكتيريوم ليبري كل 10 أيام، ممكن إلى كل 15 يوم يحصل ديفيشن، فبالتالي في لونج جينيريشن تايم. لهذين السببين اللي هي low infectivity واللو generation time بيؤدي إلى incubation period بتكون لمدة several years. النقطة الثانية اللي هي مهمة جدا إنه المايكوباكتيريوم ليبري بتinfect the superficial area. ليش بتinfect the superficial area؟ لأنه الباسيلاي اللي بتحب أو بتgrow best at low temperature اللي هي 30 degree centigrade. فبالتالي الانفكشن في الباثوجينيسيس للليبروسي بتديبندز اون تو فاكتورز، يعني الباثوجينيسيس تعتمد على عاملين. العامل الاول اللي هو الريبليكيت ويذن الماكروفاجز اللي هي سكن هيستوسايت، ان البكتيريا اللي هي المايكوباكتيريوم ليبري بتتكاثر داخل الماكروفاج، فهذا السبب اللي او الباثوجينيس اللي بتعتمد عليه او الفاكتور الاول. الفاكتور الثاني هذه الباسيلاي انتراسيلولر. الفاكتور الثاني اللي هو الاميون ريسبونس، يعني الباثوجينيسيس معتمد كمان على الاميون ريسبونس للمايكوباكتيريوم ليبري. هل حيختار التي هيلبر 1 ولا حيختار التي هيلبر 2؟ واذا اختار واحده من المسارات حيكون له مسار مختلف تماما، وبالتالي حتحدد هذه المناعه، حتحدد نوع الديزيز زي ما حنعرف بعد شويه. الديزيز اللي معانا حيكونوا اثنين، التو كلينيكال فورم اللي توبركولويد ليبروسي والليبروماتس ليبروسي. اللي بدأ بالتوبركولويد ليبروسي، التوبركولويد ليبروسي هو عبارة عن بيناين ونان بروغريسيف with hypopigmentation or hypopigmented macular skin lesion. زي ما انتم شايفين عبارة عن macular skin lesion وهي عبارة عن hypopigmentation، ولذلك نسميها بيناين ونطلع عليها انه ما فيش اي progression في هذا الديزيز. هنا ليش ما حدثش انه في بروجريسيف للديزيز؟ لان في سترونج اميونيتي، في سترونج سيل ميديت اميونيتي حصلت، وبالتالي طلعت التي هيلبر 1 واعطت سترونج اميونيتي زي ما حنشوف الان. في نقطه مهمه جدا احنا لابد نستوعبها، انه لما يحصل انجلفمنت للباسيلاي اللي حتطلع الباسيلاي دي على ام اس سي كلاس 2 فراجمنتس منها، وحتيجي التي هيلبر اللي هي نايف، وبالتالي حترتبط السي دي 4 بالام اس سي كلاس 2. هنا حتطلع انترلوكين 12. اذا طلع الانترلوكين 12 من الانتيجين بريزنتنج سيل، حيقود الخليه دي انها تتحول الى تي هيلبر 1 سيل. فاذا تحولت الى تي هيلبر 1 سيل، هذا معناه انها حتصبح افكتور، وحتعمل بروديوسنج للانترلوكين 2 وللجاما انترفيرون والتيومر نيكروتيك بيتا، وبالتالي هذا حيؤدي الى اكتيفيشن للماكروفاج. لكن لو حصل انه في ريليزنج للانترلوكين 4، ده حيقود النايف تي هيلبر سيل الى انها تتحول الى تي هيلبر 2 سيل، والتي هيلبر 2 سيل حتعمل بروديوسنج للسيتوكاينز 4 و5 و6 و10، وهؤلاء حيقودوا الخليه دي انها تعمل اكتيفيشن، وبالتالي يحصل في النهايه انتي بودي برودكشن. فاذا في طريقين، في طريق عبر التي هيلبر 1 حيحصل اكتيفيشن ماكروفاج، وفي طريق عن التي هيلبر 2 حيحصل في النهايه برودكشن لانتي بوديز. فتعالوا نشوف التوبركولويد ليبروسي ايش اللي حيحصل فيه.
هيحصل فيه انه الاورجانيزم زي ما قلنا انتراسيلولار بكتيريا حصل اكتيفيشن للتي هيلبر 1. التي هيلبر 1 انها هتطلع السيتوكاينز انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نيكروتيك فاكتور بيتا. الجاما انترفيرون هيعمل اكتيفيشن للماكروفاج، وبالتالي لو ما يحصل اكتيفيشن للماكروفاج هيعمل لوكالايزيشن، ولو ما يعمل لوكالايزيشن كل ما في الموضوع هيصبح البيشنت ده عنده هايبوبيجمنتيشن وبنسميها الماكولر ليجن. دي النقطة الأساسية لوجود إنه في اكتيفيشن للماكروفاج فهي عملت لوكالايزيشن للأورجانيزم. وبالتالي كمان يحصل حاجة بنسميها الاسيمتريك نيرف، إنه في الهايبوبيجمنتيشن ده ما بيكونش سيمتريك بيكون اسيمتريك، وبالتالي كمان في الهايبوبيجمنتيشن ده بيكون حاجة بنسميها significant، بيكون شبه مخدر، ما يحسش المريض بالسكن ليشن في هذه المنطقة، ده لأنها أساسا زي ما قلنا بتصيب النرف. لو ما نجي نشوف التوبركولويد ليبروسي بيكون في فيو باسيلاي موجودة في الليشن، وده لأنه الماكروفيج عملت لوكاليزيشن لها. النقطة الثانية انه الليبرومين تيست از بوزيتيف، انه بيكون في معنى سيل ميديت اميونيتي سترونج اور انتاكت، فبالتالي ما معنى الليبرومين تيست بنحقن الشخص، فبالتالي عنده خلايا عنده مناعة فحتطلع الليبرومين تيست بوزيتيف. النوع الثاني من الكلينيكال فورم اللي هو الليبروماتس ليبروسي. الليبروماتس ليبروسي اجرنا الله وعافانا الله واياكم، هو سموه الليبروسي من قضية السكالي حق السمكة المحرشفة، فيصبح الجلد كله يعني زي شيء خشن ومحرشف. نفس الوضع زي ما قلنا حيحصل انجارفمنت للأسيد فاست باسيلاي، حتكسر حتطلع على MSC class 2، حتيجي تيهلبر نايف والCD4 حتشارك، حيتطلع الانترلوكين 12 حيروح للتيهلبر 1، هتطلع وهتطلع السيتوكاينز اللي هي انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نيكروتيك فاكتور، وهتعمل اكتيفيشن للماكروفاج. لو طلع انترلوكين 4 هيعمل اكتيفيشن للتي هيلبر 2، وبالتالي هيطلع الانترلوكين 4 و5 و6 و10، ودول هيعملوا في النهايه انتي بودي برودكشن. هون اللي ايش اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه بنسميها رونج ديزيشن، الاميون سيستم اختار الطريق الغلط، هذه انتراسيلولار بكتيريا، فبالتالي هيحصل ما نسميها باكتيفيشن للتي هيلبر 2 بدلا عن التي هيلبر 1، وبالتالي في النهايه حينتج انتي بوديز، وهذا انتراسيلولار اورجانيزم فما لهاش معنى الانتي بوديز خالص. ومن هنا هيحصل ما فيش ماكروفيج اكتيفيشن، وبالتالي انه هيؤدي ما فيش جرينوما فورميشن، وبالتالي هيؤدي الى ما فيش لوكاليزيشن، وبالتالي هيحصل السبريدنج للانفكشن. وبالتالي هذه السبريدنج للانفكشن هنشوفها على هيئه مالتيبل نادولار سكن ليجنز، وبيكون في كولابس في النيزل بون، وبتؤدي الى ان الشخص ده يسموه لايون لايك فيس، انه شكل وجه الاسد. طبعا هنا بيكون في سيمتريك نيرف افكشن، يعني بتكون الاصابه سيمتريك على الطرفين. طبعا في نقطه مهمه جدا، انه المايكوبكتيريا بليبري عندها القدره انها تصيب الشوانسل اذا اصابتها، فبيؤدي الى انه بيكون النيرف هنا سيمتريك نيرف افكشن، لدرجة انه بيحصل حاجة مهمة جدا. تخيلوا انه في الليبروماتس ليبروسي ان الشخص ممكن يقطع يده، تنحرق يده وما يشعر خالص، تسقط الاصبع من اصبعه وما يشعر بها خالص، نتيجة لانه الشوانسل انضربت، فبالتالي حصل عمل سينسلس، ما عاد يشعرش بالاحساس. طبعا حنشوف في الليبروماتس ليبروسي حيكون الاسيد فاست باسيلاي ابندنت، موجودة بشكل كبير. الليبرومين تيست بالتأكيد حتكون نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ لأنه ما عاد في مناعة، المناعة راحت طريق ثاني عشان تطلع أنتي بوديز، لكن ما فيش سينستايز تي هيلبر 1. الآن تعالوا نقارن بين التوبركولويد ليبروسي والليبروماتس ليبروسي. التوبركولويد أول هنا تي هيلبر 1 بالتأكيد في التوبركولويد، لكن هنا حيكون تي هيلبر 2. النقطة الثانية هنا حتكون سيل ميديت إيمينيتي، لكن هنا حيكون أنتي بودي برودكشن. النقطة الثالثة السيتوكاينز هنا حتكون انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نيكروتيك فاكتور.
النقطة في الليبروماتس ليبروسي حيكون السيتوكاينز الانترلوكين 4 و 5 و 6 و 10. في التوبركولويد ليبروسي حيكون في اكتيفيشن للماكروفاج، لكن هنا حيكون في برودكشن للانتي بوديز. هنا حيكون في فيو باسيلاي، لكن هنا حيكون اباندنت باسيلاي. هنا حتكون مايل زي ما قلنا لان الاميون سيستم مسيطر، لكن هنا حتكون سيفير وفي نديول. النقطه الاخيره الليبرومين تيست اكيد هنا بوزيتيف لان الاميون سيستم شغال، لكن هنا في الليبروماتس ليبروسي حتكون نيجاتيف اور ابسنت. كنت معكم فيما مضى في الباثوجينيسيس للليبروسي. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.